بستخدم الجزء ده لما حد بيسألني عن مكان معين، أنا بسأل عن مكان ما أعرفوش، فسيادتك بتقول لي ممكن تمشي على طول كده طوالي، يبقى اسمها جو ستريت أهيد، اسمها جو ستريت أهيد، امشي بشكل مستقيم، خليك ماشي طوالي. طيب واحد تاني هيقول لي لأ، تيرن ليفت، اتجه يسارا، احوت شمال، يبقى تيرن ليفت، اتجه يمينا، اسمها تيرن رايت. طيب واحد هيقول لي اتس اون ذا كورنر، دي في الزاوية أو على الناصية، في الزاوية أو على الناصية، يبقى اسمها اون ذا كورنر. واحد هيقول لي تيك ذا سكند رايت، يعني خد تاني حودة، خد تاني حودة يمين، احود في تاني داخلة يمين، يبقى اسمها تيك ذا سكند رايت. يبقى الهدف هنا من الجمل دي ان لما اقول لك نقط ستريت اهيد اسمها جو نقط اهيد اسمها جو ستريت نقط اسمها جو ستريت اهيد، نقط رايت او ليفت اسمها تيرن رايت او تيرن ليفت، اتجه يسارا او يمينا. اتس نوت ذا كورنر اسمها اون ذا كورنر، في الزاوية او على الناصية. تيك ذا سكند رايت، خد تاني منعطف او تاني حودة يمين. طيب بعد كده مديني ستور بمعنى متجر او مخزن زي شوب، سبورتس كلاب نادي رياضي، ستيشن محطة، وعندي ساوث بمعنى جنوب. بعض الافعال اللي عندي مديني لاف والماضي لافد، ووك ووكت، ترن ترند، كام كيم، تيك توك، اما سي والماضي منها سو. نير ماي هاوس، لما اقول اتس نير ماي هاوس يعني قريبه من بيتي. اون ذا اذر سايد، اون ذا اذر سايد على الجانب الاخر. اكسكيوز مي، معذره، لو سمحت، اقدر استخدمها طبعا لما اجي اطلب حاجه من حد. كامون او كام تو معناها ياتي الى، تعال للمكان ده. سي يو سون، اراك قريبا، زي جود باي. ثانك يو، شكرا. تعال نشوف الكلام ده، اديني هنا طبعا جزئية ريدنج خاصة بإعطاء التعليمات أو الأوامر الخاصة بالاتجاهات. هاي دينا، ازيك يا دينا؟ I am so happy you are coming to my house. أنا سعيدة إن you are coming، إنك هتيجي لي to my house، لبيتي النهاردة. Here are some directions. تاني كده، here are، اتفضلي، some directions، بعض الاتجاهات. From the corner، من عند الناصية كده، أو من عند الناصية، of South Street، للشارع الجنوب ده، with Latif Street، بشارع لطيف، go straight ahead. أنا ملزمنيش طبعا أعرف هنا لا شارع لطيف ولا شارع الساوز، أنا اللي يلزمني الجمل اللي أنا هشتغل عليها، اللي هي بقول لك فيها هنا هوت go straight ahead، go straight ahead، خليك ماشي طوالي. take the second right، ادخل تاني حودة يمين، take the second right. to عبد الوهاب ستريت، بعدها go straight ahead، امشي طوالي تاني. turn left، اتجه يسارا. at the market، عند السوق او عند السوبر ماركت. my house is between، بيتنا هتلاقيها between، بين السوبر ماركت and the school، سوبر ماركت and the school. see you soon، أراك قريبا، فريدة. طيب ده الجزء الأول. الجزء الثاني مديني سؤال وإجابة للسؤال عن بعض الأماكن، وإزاي أنا بقدم لك الاتجاهات، يعني خلصت الدرس ده كله في السؤال والإجابة دول. excuse me، where is the post office؟ يبقى لما احب اسال عن مكان هقول وير از، واسم المكان اللي بسال عنه. اقدر اقول لك وير از الزهور سكول، فين مدرسه الزهور. وير از ذا سوبر ماركت، فين السوبر ماركت. وير از ذا بارك، فين البارك. يبقى اكسكيوز مي، وير از كذا. بعد كده اقدر اجاوب عليك واقول لك جو ستريت اهيد، خليك ماشي باستقامه، خليك ماشي على طول. تيرن رايت، اتجه يمينا. take the second left، ادخل تاني حودة
شمال، اتس اون ذا كورنر، المكان اللي بتسأل عنه اللي هو البوست اوفيس موجود اون ذا كورنر على الناصية او على الزاوية. ثانك يو، لما حد بيقول لي اتجاهات فبقول له شكرا، ثانك يو اشكرك. يبقى مطلوب مني احفظ ترتيب الجملة دي، ومطلوب مني ابقى عارف العبارات اللي موجودة قدامي زي جو ستريت اهيد او تيرن رايت او تيك ذا سكند ليفت، وكمان حروف الجر اللي هنا زي اتس اون ذا كورنر. تعالى نطبق الكلام ده هنا، شوية تركيز علشان نفهم. جملة الأولى في الماتش، عايز حد يشتغل معايا الماتش ده؟ حد جاهز؟ أنا أسير أنا أسير أنا أسير أنا أسير طيب أنا هاخد أسير أنا فيروز. أسير فيروز أنا فيروز فيروز أسير نمبر 1. فيروز، where is the post office؟ The post office is on the corner. بس اهو، فين البوست اوفيس؟ البوست اوفيس في الكورنر. شكرا. نمبر 2 سلمان، there is a park، there is a park. near my house. بس كده، there is a park، يوجد حديقة بالقرب من منزلي، يبقى near my house. نمبر 3 يحيى، my house is between The hospital and the school. كذا علشان اند كذا، ما يكون احنا قلنا between. between، يبقى كذا اند كذا. تعال اشرح مكاني بقى يا يحيى. نمبر 4 بقول go straight، go straight. جاسمين، Ahead. Go straight ahead. اهد على طول، go straight اهد. سؤال اكمل عندي هنا، عايزين حد مصحصح شوية عشان يقدر يتخيل ايه الفراغات أنا اللي سير عندي سير أنا ويكمل سير سير معايا. أنا سير انا لا هاخد سير البت ماهي، ماهي مديني يا سير كورنر ووير وستريت ودايركشنز. ماهي فين؟ أنا هي سير يلا، I am so happy you are coming to my house. أنا مبسوطة إنك هتيجي تزوريني النهاردة. Here are some، here are some. طالما إداني ار وسام يبقى أنا عايز اس الجمع. Directions from the corner، من عند الناصية كده، of South Street with Latif Street، go ahead. straight يبقى اسمها go straight ahead. بعدها take the second right، my house is on the، on the، on the corner. يبقى سيادتك لو حفظت الثلاث جمل اللي احنا قلناهم دلوقتي هتقدر تلعب في كل الأسئلة بسهولة. يبقى كان بيقول لي here are some directions، قلنا go straight ahead، وقلنا كمان on the corner. الجملة الأولى في الترتيب يا هانا، number one. My school next to صح، My school is next to the hospital. بس كده. ماي، هو انا هقول له ماي ذا هوسبيتال؟ لا، اسمها ماي سكول يا سير، ماي سكول مدرستي، اكني بقول ماي هاوس، يبقى ماي سكول مالها؟ از نيكست تو ذا هوسبيتال، مدرستي قريبه او جنب المستشفى. نمبر 2 ذا سوبر ماركت، The supermarket is on the corner. بس كده، از اون ذا كورنر، والسير قال لي كلمه كورنر بيجي قبلها اون اهيت، يبقى اسمها از اون ذا كورنر. وير وير؟ Where is the post office, please? ايوه كده، ما انساش بليز اللي قبلها كوما ديت، ما انساش بليز اللي قبلها كوما دي، يبقى وير از ذا بوست اوفيس بليز، اين مكتب البريد لو سمحت. جمله الاولى في الاختيار يا كابتن مؤمن، بيقول لي نقط رايت، نقط رايت. مؤمن نام، رايت ما مؤمن حضرتك يا نام، سيدي اصحى يا مؤمن. ها، معاك يا سيدي رايت قول نقط رايت، ذا هقول مين في دولت بيجي بعدها رايت؟ تيرن اهم اسمها تيرن رايت، تيرن رايت، اتجه يمينا، احود يمين، تيرن رايت، وزيها تيرن ليفت. نمبر 2 بيقول لي ذا هوسبيتال از نقط ذا كورنر، السن لسه قايلها اون ذا كورنر على طول، كورنر اون يا سير، كورنر اون، يبقى اون ذا كورنر. ها، ماي سكول از نيكست، ها نيكست، نيكست تو، تي او، عشان لو ضحك عليا وجاب لي تي او او، لا انا عايز او واحده بس،
يبقى اسمها نيكست تو. اي بلاي فوتبول ان ذا مارك ان ذا مارك بارك اللي موجوده عندي هنا. يلا يا سلمان اديني البنكتويشن. اكسكيوز مي وير از ذا سوبر ماركت. الاي كابيتال بداية الجملة كابتل، الاي كابتل ماشي. والسي الاس في السوبر ماركت كابيتال. ليه بنت عمنا؟ لا في الاخر فول ستوب. ليه برضو في الاسطوب ليه؟ علامة استفهام اصحى question لي mark. بقى، لازم هنا كويستشن مارك. الناس صحصح كده يا سير. ما هي الجمله اولها اكسكيوز مي مش اداه استفهام. هو انت كملت قرايه؟ ده انا بعد اكسكيوز مي قلت لك وير از، وير از قال اين، يبقى كويستشن مارك. تمام، يبقى الاي كابيتال بدايه الجمله، فيه كوما بعد اكسكيوز مي موجوده اعيدها تاني، في ابوستروفي بتاعت ويرز اعيدها تاني، ومنساش ان هنا سؤال اهوت اوله وير اين، يبقى الكويشن مارك. كلام جميل. طبعا كان طالب مني هنا اكتب ايميل عن الهاوس بتاعك او الدايركشن زي اللي كان موجود قدامي. تعال لي هنا الاول، مين جاهز يحل الست جمل دول؟ أنا ماشي. أنا سير هاخد سير أنا هاخد سير أنا هاخد. سلمان انا عايز سلمان حد أنا سير محلش خالص. في حد محلش خالص؟ أنا سير أنا لازم سير أحلش مرتين مين؟ أنا سير أنا لازم أحلش مرتين أنا طيب محلش غير مرة. طيب انا هاخد لارا، هاخد لارا ومعاها سيف. يلا لارا نمبر وان، بقول هنا رايت يا حبيبتي لارا. الترم اسمها تيرن رايت. كملي. ذا هوسبيتال از نو ات ذا كورنر اون اون نوت از ذا سوبر ماركت. قال لي اتس اون ذا ليفت، وير على طول بسأل بأين وير، لأن في الإجابة عندي حرف جر للمكان، يبقى بسأل بوير، وير از ذا سوبر ماركت. كمل يا سيف. My dad's office is not of، is in not front of، of يبقى يا سير front. اسمها in front of. انت اديت no of وانا هكمل لك in front. ها my school is next، اديتني next هقوم انا قايل لك to. I play football in the، قلنا هنا اللي موجوده سبورتس كلاب. يحيى مديني ستريت واوفيس ورايت وكورنر. اكسكيوز مي وير از ذا بوست اوفيس. جو جو ستريت اهيد ستريت اهيد، تيك ذا سكند رايت رايت، اتس اون ذا كورنر. كورنر. مين شاطر هيوصل لي الاربعه دول؟ انا سير سير انا انا سير انا سير انا سير انا سير هاخد انا مؤمن، هاخد مؤمن نمبر 1 يا مؤمن. وير از يور سكول؟ are coming to my house. لا شكرا 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 شكرا. يلا يا ماهي والله يا واحدة، لما أقول ويرز وأي اسم مفرد إجابتي إتز وحرف جر، زي إتس نير، إتس نيكست، إتس بتوين، إتس بهايند، إتس نيكست تو. اتفضلي يا ماما، ويرز يور سكول؟ It's next to the park. أهي أهي، إتس نيكست تو ذا بارك. نمبر 2، إكسكيوز مي، وير Is the post office. is the post office؟ وير اهي والكويستشن مارك اهو يا سلمان، يبقى وير از ذا بوست اوفيس. تيرن ليفت، At the supermarket. تيرن ليفت ات ذا سوبر ماركت. طيب النقطة اللي بعدها، I'm so happy you are coming I am to so my house. happy you are coming. أنا مبسوطة طبعا إنك هتيجي البيت عندي. أروح بعد كده لأربع جمل اختياري تانيين. بيقول لي نقط رايت يا مؤمن، Sir.
اسمها turn right. Hospital is not at the corner. On. On the corner. Not at the school. قال لي on the right. Where? يبقى وير أين للمكان؟ Go straight. Head. Head. ده Ahead. أنت اللي Ahead. هضربك بالهيد. Ahead. Ahead. أهد لازقة ببعضها. أهد لازقة ببعضها. ده حرف جر أهو على بعضه. Go straight ahead. خليك ماشي باستقامة. امشي طوالي. الجملة الأولى في الترتيب. يا أنا هنا. فيروز. Where is the post office? Where is the post office? Number two, the library. The library is the لا فين حرف the الجر؟ library عارفة أنا إيه؟ on أنا عارفة is إيه؟ on the corner. It's on the corner. is on the corner. The library is on the corner. Okay. آخر حاجة هنقفل بيها النهاردة الجزء الثاني من الليسون الثالث اللي هو الستوري. والستوري اللي عندي بتتكلم عن living on a boat. طبعا احنا لحد دلوقتي سيادتك بنحل، بناخد كلماتنا والدرس وبنحل كلمات والدرس وبنحل، تمام؟ يبقى سيادتك ما تتأخرش في الحفظ، احفظ لي كلماتك وراجع اللي احنا حليناه مرة تانية عشان مش هيبقى في وقت للمراجعات. مديني living on a boat. living on a boat الحياة على سطح مركب أو العيشة في المركب. مديني tourist boat مركب سياحي أو قارب سياحي. summer اللي هو فصل الصيف. مديني suddenly فجأة Chinese اللغة الصينية أو الصين الجنسية. interesting شيق وممتع. child طفل. بعد كده مديني أفعال زي smile والماضي smiled. shout وshouted. save saved. decide decided. أما الأفعال الإيريجولر الشاذة هلاقي عندي fall يقع ويسقط الماضي fell. meet met. speak spoke. swim swam. طيب كلام جميل، معنى كده ان احنا هيبقى عندنا تورست بوت ديت مركب سياحي تعالى كده نشوف الكلام ده، نشوف القطعة الأول وبعد كده نبقى نشوف الحتتين بتوع الاف والفي دي. ادي القطعة اللي عندي وقطعة مهمة جدا. How did she refuse that help the small child? How did she refuse that؟ ازاي والد شريف help ساعد the small child الطفل الصغير؟ طبعا اتفقنا في السؤال في الماضي البسيط بسأل بديد فاعل مصدر، عشان كده قلنا how did she refuse that help. did help. living on a boat سير قال لي لما استخدم كلمة boat أو water هستخدم قبلها حرف الجر on. بتبدأ الحدوتة بتاعتنا إن my friend شريف صديقي شريف lives on a boat عايش على سطح مركب in the summer في فصل الصيف. his parents الوالدين اللي هو الفاذر والماذر أو mom and dad work on tourist boats بيعملوا على مراكب سياحية. so he goes with them الولد شريف ده بيروح مع بابا ومامته. they travel up and down the Nile يعني يسير travel up and down يعني بيسافروا ذهابا وإيابا في نهر النيل، رايحين جايين في النهر. طيب he likes the summer الولد ده بيحب فصل الصيف very much. he likes the summer very much. he sees بيرى بيشوف many interesting places بيشوف أماكن جميلة كتيرة. and he meets people وبيقابل ناس from all over the world من كل أنحاء العالم. he speaks الولد ده بيتكلم English and Chinese with the tourists. he speaks بيتكلم English and Chinese بيتكلم اللغة الإنجليزية والصينية with the tourists مع السياح. one day في يوم من الأيام the boat stopped توقف المركب.
and شريف saw، وشريف هنا saw some children playing، رأى بعض الأصدقاء بعض الأطفال بيلعبوا. خلي بالك بقى، the boat stopped and شريف saw. ليه هنا قلت saw؟ حبيبي انت مديني هنا ماضي، يبقى عندي and ويجي لي بعدها ماضي، يبقى stopped and saw، توقف ورأى. suddenly فجأة a small child fell، طفل صغير fell into the river، سقط وقع في النهر. the child shouted، الطفل كان بيصرخ please help me، الحقوني. شريف called his father أو his dad، نادى على باباه. شريف زداد saw the child، رأى الطفل and jumped، ونط. he saw and jumped، he saw and jumped، رأى وقفز into the river، في النهر. he swam and saved the child، عام أو سبح وأنقذ، saved وأنقذ الطفل. the child smiled، الولد ابتسم. and said، وقال. smiled and said thank you so much. شريف was very happy، الولد شريف كان سعيد جدا. but he also decided، ولكنه قرر. to learn، انه يتعلم. to swim، انه يسبح. he decided to learn to swim، قرر يتعلم السباحة. طيب ده القطعة اللي أنا استخدمت في النص الأول منها مضارع بسيط، يعني مصدر أو مصدر بإس، خاصة إن كان الفاعل عندي اسم مفرد زي شريف، فقلت في كل الجمل شريف lives، وقلت كمان هنا البيرنس جمع فاستخدمنا work، بعدها قلنا he goes، بعدها قال لي they travel، يعني كده ان انا رجعت هنا المضارع البسيط اللي هو المصدر او المصدر بس. اما الجزء الثاني كله كان بيتكلم عن الباست سيمبل تنس، الماضي البسيط، زي stopped، زي saw، زي fell، زي jumped، زي smiled، زي said، دي كلها افعال في زمن الماضي. نروح لحتة الفونكس، الصوتيات اللي عندي، ومديني صوتين اللي هو صوت الف وصوت الف. ف ف ف ف ف ف، هلاقي ان الف اسمه voiceless، يعني صوت ما بيطلعش صوت عندي، لان انا النك بتاعتي ما بيحصلش فيها اهتزاز وانا بنطق الاف او الف ساوند، زي كلمة فوت او فيس او فان او فيش، يدوب بس الشفايف اللي بتتحرك او بتطلع الصوت. فهنا بيقول لي جرب وانت، قول لي touch your neck، المس رقبتك كده with your finger، يعني حط صبعك على رقبتك كده. say fish، قول كلمة fish fish fish. your neck doesn't move، رقبتك معناها يعني الحنجرة بتاعتك doesn't move، ما بتتحركش، ما فيش حركة في صوت الاف. ولكن لو جينا هنا ننطق الفه ساوند او الفي، touch your neck with your finger، صبعك على الحنجرة بتاعتك. say van، v v van، your neck vibrates، عندك طبعا هنا النك بتاعتك او الحنجرة بتاعتك vibrates، بتهتز during its pronunciation، اثناء نطق الف ف ف ساوند. تعالى اللي يهمني دلوقتي اعرف لي كلمات الف وكلمات الف. ايه هي الكلمات اللي عندي بالاف يا سير؟ الاقي عندي فوت، قدم، فيس، فان، فيش. اما الف ساوند الاقي عندي كيف بمعنى كهف، فان اللي هي شاحنة أو عربة مغلقة، living room، vegetables الخضروات. ده كده الدرس التالت عندك. ما جينا هوت وأقول لك يلا حبيبي اختار لي
الإجابة الصح من خلال القطعة الأخيرة اللي قريناها. نمبر 1، my friend lives a boat in the summer. on 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 قول له طبعا البوت والووتر السير، قال له on. my favorite room is the، مين إذا هنا ليفينج روم روم؟ مش ليفينج ما روم عنديش غير living ليفينج روم room. in summer في الصيف، we travel and down the Nile. اسمها travel up and down، اسمها travel up and down، يسافر ذهابا وإيابا، رايح جاي رايح جاي، يبقى اسمها up and down. زمان swam and saved the child، الراجل سبح وعام وأنقذ الطفل. يا هنا أقدر أقول هنا he sees he many interesting interesting places. he sees، هو يرى،